ساكنين بالغوطة وطلعنا من الغوطة وصار القصف، خفنا على الأولاد وخفت على أولادي وطلعت ساوينا لهم جوازاتهم، وأجا أبوه اللي يساوي الجواز فات على الهجرة والجوازات، ومن هنيك انفقد يعني. جيت لهون وأنا ما بعرف الناس، بس طلعت لقيت الناس كأنه أخواتي كأنه أهلي. في واحد تركي الله يسر أمره اسمه مصطفى ببيع قطع تبديل موتورات، ابني راح يشتري من عنده، عم يقول له أنه الوالدة تعبانة بدي اشتري له موتور، بس حقه ما معي، قال له أنا بشتري لك يا وإنت قصت لي يا. تاني يوم اشترى لي اياه وجاب لي اياه ابني، وصلنا نقسط له. اول ما اشتريت الموتور من فضل الله بلشت انا بمشروع صغير، وهذا المشروع انه ابتديت فيه ب 500 ليره، جبت برغل جبت لحمه وصرت اساوي كباب وانزلها على السوق. فانا سويت وجبه على حسابي نزلتها على المطاعم وزعتها للمطاعم، وقلت اللي بده يطلب مني. فالحمد لله رب العالمين كلهم تقبلوا هالمشروع تبعي وصاروا يطلبوا مني الكبه.